أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هناك من يقول إن المرتد الذي يقول عن نفسه أنا كافر أو أنا يهودي أو لا أؤمن بالإسلام أنه يكفر كفرا عينيا ولا يحتاج إلى قيام الحجة عليه لأنه انتقل من الإسلام إلى الكفر مختارا بذلك، هل هذا القول صحيح؟ الذي يقول أنا كافر أو أنا يهودي أو أنا لا أؤمن بالإسلام، أيه؟ أنه يكفر كفرا عينيا ولا يحتاج إلى قيام الحجة عليه. عينيا هكذا؟ نعم. قال: ولا يحتاج إلى قيام الحجة عليه لأنه انتقل من الإسلام إلى الكفر مختارا بذلك. شلون يكون مسلم وهو ما فهم الإسلام؟ ما يكون مسلم، ما دام أنه فاهم من الإسلام قامت عليه الحجة، ما دام أنه دخل بالإسلام عن اقتناع وعارف معنى الإسلام ثم ارتد قامت عليه الحجة. نعم.